السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى سوريا، سوريا الجرح الراعف والألم النازف، إلى سوريا التي لا تزال على أمل بكل أبنائها وبناتها الأحرار الذين لم ينفكوا مؤمنين بها وبقضيتها العادلة وبأن فجر الحرية لابد آت. هؤلاء الشعراء الذين يرسمون الأمل، يحلمون بفجر الإنسانية، ولا يزالون يتشبثون بقصيدة الحب وإن زادت الأدخنة في سماء الوطن الذي يحلم بفجر صاف. مشاهدينا الكرام، إلى سوريا مجددا، ومعنا في الأستوديو هنا شاعر الشاب عمر علوش. أهلا بك عمر. أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بقناة الرافدين وبالمشاهدين. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا عمر. دعنا في البداية وقبل الأسئلة وقبل الشعر توطئة بسيطة من خلالها نعرف الجمهور الذي يتابعنا عليك بما لا يزيد عن دقيقة، تفضل. نعم، أنا عمر علوش من مدينة ثوران التابعة لمحافظة حماة. عمري 28. نعم. يعني حائز على شهادة الفلسفة. جميل. وأعمل هنا. جميل. الآن إذا أردنا أن نذهب إلى الأسئلة مباشرة وقبل الشعر. نعم. أيضا يا عمر. نعم. يعني لماذا باعتقادك أكثر الشعراء يميلون إلى الشعر الحزين وأنت من هؤلاء الذين يميلون للحزن بكتاباتهم وأشعارهم؟ نعم أستاذ مصطفى، هذا من البديهي، خاصة أننا نحن من وطن، يعني أقصد خاصة العراق وبلاد الشام، منذ الأزل، منذ بداية التاريخ نحن. نعم. يعني شعوب نشهد دائما حالات اضطراب وحالات فيها الحروب، فهذا ينعكس يعني حزنا على نفسية الشعراء، حتى على النفسية العادية، يعني نفسية البشر العاديين غير الشعراء. يعني الحزن يدخل في التكوين الذاتي للشخصية السورية والعراقية، هذا ما تود قوله. بلاد الشام والعراق بشكل عام. نعم. أما بالنسبة يعني لأنا كنفسي، أنا عن نفسي، فهذا يعني شيء من البديهي، خاصة أن يعني بلادنا تشهد هذه الحروب وهذه يعني ونحن بعيدين عنها في دار الغربة. وضحت هذه. نعم. الفكرة. قبل أكمال الأسئلة وقبل الذهاب إلى الأسئلة الملغومة يا عمر. نعم. سنذهب إلى نص افتتاحي في هذه الحلقة، إلى أولى القصائد. نعم، تفضل. وهي تخص الحزن الذي خذنا إلى حزنك إذن. نعم، إن شاء الله يروق لك. تفضل إلى القصيدة يا عمر. نعم. أبعدته لم تسألي عن حاله، أبعدته لم تسألي عن حاله، وقطعت حبلا حال دون وصاله، وشغلت باله بالغياب وحسبه ما خيبت دنياه من آماله، وكفاه من دهر مريب أنه أزرى به ورمته كل نباله، مرت شبيبته وحان غروبها، لم تصغ إطلاقا إلى أقواله، وتجهمت أحلامه وتنكرت وتملكتها شهوة لقتاله، وتجهمت أحلامه وتنكرت وتملكتها شهوة لقتاله، كم ليلة باتت تمج عذابه وتزيد أغلالا على أغلاله، في غربة جحدت طفولة قلبه، تستعذب التمزيق في أوصاله، واستبردت في غربة جحدت طفولة قلبه، تستعذب التمزيق في أوصاله، واستبردت في شرب نزف جراحه، واستهوت الإسهاب في إذلاله. حزن تناثر في ملامح وجهه حتى تجمل فيه فوق جماله، حزن يحابي نظرة من طرفه لو داره سجد الصبا لجلاله، أو أغمض العينين عن حاجاته وقف الهوى دهرا على أطلاله، كم بسمة جنت لترضي ثغره، كم بسمة جنت لترضي ثغره، وتزينت وتطيبت لدلاله، فاجتاحها ألم وشد وثاقها واقتادها نحو الأسى بحباله. جميل. تعب الفتى حتى تضاءل نجمه،
واعتاض عن إشراقه بزواله يأس ينام على شفا قسماته ويحط منه ملامحا بنصاله ولو انثنت عن دربه أحزانه لمضى إليها بالرؤى وخياله شفقا على أن لا تلم بغيره حدبا عليها مرخيا بسداله. هي كل ما عانى بغربة روحه هي ما رأى وأسره برحاله، هي ما تخير من هوى محبوبة فحبته من دنياه غير مجاله. ما ضر لو مر الجمال بساحه وروى الفؤاد بعذبه وزلاله، لله قلب قد تمنى حاجة شقت عليه ولم تكن بمناله وكذلك أوطاننا بعد لم تصبح بمنالنا يا عمر. وربما هذا يقودني إلى سؤال جديد، يعني بحسب اطلاعك، ما الذي يبحث عنه المتلقي من وجبات ثقافية خفيفة في الزمن المعاصر، خصوصا في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام؟ نعم، للأسف أستاذ مصطفى، الآن يعني يعتمد أكثر القراء أو المتلقين على الوجبات السريعة، نعم، على الشعر، يعني حتى أصبحوا قصيدة الساندويتش، نعم، السريعة، يعني حتى والمشكلة أن الشعراء يعني يستجيبون إلى ذلك، نعم، يعني يكتبون من هذا الشعر. لا يمكن أن نعتبر هذا شكل من أشكال تكثيف النص الشعري يا عمر مثلا، إذا أردنا أن ننظر بإيجابية أقصد؟ والله لا أظن، يعني برأيي أنا الشعر يجب أن ينساب، يعني يأخذ شكله الطبيعي، نعم بدون تكثيف، يعني هذا رأيي، يعني ينساب. كيف يعني رأيك فيما يتعلق بموضوع ميول وأمزجة المتلقين على مختلف وسائل التواصل؟ هل ترى أنهم فعلا يناصرون القصيدة الجيدة والشاعر القوي، أم أن المسألة فيها يعني رؤى ووجهات نظر مختلفة عن ذلك؟ نعم فيها رؤى ووجهات نظر لاختلاف أذواق يعني القراء والمستمعين. هل الذوق فقط الذي يحكم هنا؟ أم باعتقادك هناك أمور تتجاوز الذوق، ذهابا مثلا إلى فكرة هذا من مجموعة فلان، هذا من أنصار فلان، هذا من محبي فلان إلى آخره؟ يعني الشللي تكلم بصراحة بعيدا عن ذكر الأسماء. نعم، هناك يعني نشهد في هذه يعني في هذه الفترة الشللي في الشعر. نعم يعني كل مجموعة ينزون على بعضهم البعض، يعلقون لبعضهم يعني على الفيسبوك أو على برامج أخرى، نعم، وينتقدون الآخر أو يرجمونه يعني. وقد تكون مثل هذه المجموعات جيدة إذا ما أديرت بشكل سليم وكان الهدف منها تقويم الشاعر وإثراء تجربته. نعم، ليس كذلك؟ لا شك، ولكن نحن كل يعني شيء له احتمالين، احتمال خير واحتمال آخر، لا نعم. نريد أن نقول احتمال شر. نعم، ولكن يعني باجتماع الجميع، نعم، بعيدا عن الشللي أو عن هذه يعني المهاترات، لأن بالفترة الأخيرة يعني أنت ترى يعني بعيدا عن فكرة كثير استحضار الخلافات وتقريب فلان، نعم، أو استبعاد فلان، يجب أن يحكم على النص، نعم، يعني بشكل موضوعي أكاديمي وموضوعي. أحسنت. نعم. طيب الآن أستاذ عمر، يعني بعيدا عن فكرة الأكاديمية أو الموضوعية بالحكم على النص الشعري، نريد الاستماع إلى قصيدة جديدة. نعم، تفضل. وهي لصوران مدينتي. تفضل. صوران مدينة من مدن حماة. نعم، من ريف حماة. نعم، تفضل. تابع لحما. في الروح يا صوران ماكثة معي، ولكم سقيتك والهواطل أدمعي، واليوم مالي في النوى أبلى به، والوجد أحرقني وفتت أضلعي، وذكرت أطيافا بلون مشاعري في ظل آفاق الخيال المشرعي. يا بلدة بالياسمين تضوعت، يا غربتي بالذكريات تضوعي، وتناثري بين الرموش بدمعة فيها الطفولة والبراءة لم تعي، حول الفراشات الحيارى
من شذا هامت على كأس العبير المترع، والعطر يخطو كلما مد الخطى، عاد النسيم به وقال له ارجعي، وغدت نجوم الليل إلا نجمة، وغفت نجوم الليل إلا نجمة، أحدو لها حتى غفت في مخدعي. ماذا يفيد الدمع؟ ماذا يفيد الدمع؟ ماذا يفيد الدمع بعد تحطم في الروح قد دوى صداه بمسمعي؟ والدمع لا يسقي القلوب تعطشا، والدمع لا يسقي القلوب تعطشا إلا إذا مسح السلام توجعي، وضممت في راحيك جرحا نازفا، ورقيت آلاما أقضت مضجعي. فاستحضري كل السنابل بيدرا، ثم اجمعيني بينما لم يجمعي، فأنا بقايا حنطة بسنابل بالدق أمطر حبها من أدمعي، وأشم رائحة البيادر والجنى، والشوق يسرق ناظري ومسمعي، وتشدني تلك الصروح لعهدها، أتراه في صرح المحبة مصرعي. كل الرؤى والذكريات تباعدت، وذرت فؤادي في الجهات الأربع، وركعت فوق ترابها متشهدا، وقبضت راحي شاهدا في إصبعي، وجعلت من روحي مجاجة عطرها، حتى إذا ما همتها هامت معي، ومضيت في الآمال أبلع غصتي، والآه بين جوانحي لم تهجعي. لك كل حبي واشتياقي، كلما طاح الخيال إلى ملامحي مرتعي. بعض البلاد جميلة لكنما لك من جديد. لك كل حبي واشتياقي، كلما طاح الخيال إلى ملامح مرتعي. بعض البلاد جميلة لكنما وطني يظل على المقام الأرفع. وطني يظل على المقام الأرفع. نعم، نرجو أن تعود أوطاننا أفضل مما هي عليه الآن. نعم يا عمر، وهذا هو المتمنى والمرجو والمأمول. إن شاء الله. هل الشاعر أسير لدى المتلقي بحيث يكتب ما يطلبه المتابعون، أم أن النص الشعري يتجاوز هذه الفكرة إلى ما هو أبعد؟ في الحقيقة كان يتجاوز يعني إلى ما هو أبعد، إنما الآن أصبح أكثر يعني الشعراء أسير، أكثر يعني هؤلاء الشعراء هم أسيروا لتلك يعني للمتلقي. نعم. لماذا؟ لأن المتلقي أصبح الآن يعني هو المسيطر على يعني هو المسيطر. تخفف من فصحك قليلا. نعم. يا عمر، وخذ راحتك بالكلام. يعني هو المسيطر على الـ على الـ على الجو في المواقع في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. طيب، كيف يمكن للشاعر أن يظل متشبثا بالقيم ومبادئ الحق بحيث يظل حرا لا يباع ولا يشترى؟ كيف ممكن تحقيق هذا الشيء؟ لابد له أن يعني يعلم ويعي انعكاس ما سيفعله إذ يعني خضع للمغريات وتم بيعه وشراؤه. يعني كيف يعني بسطها للمتلقي؟ بسط الفكرة، شو اللي حبيت توصله؟ حتى لو بدك تحكي بالعامية مثلها عادي، لا مشكلة. يعني تفضل. أنا لم أفهم سؤالك يعني جيدا. أعيد لك السؤال الآن فيما يتعلق بفكرة التشبث بالقيم ومبادئ الحق. كيف ممكن الشاعر يتشبث بهذه القيم، بهذه الأخلاق، بهذه المبادئ؟ كيف ممكن أن يظل حر بحيث لا يباع ولا يشترى؟ أن يكون يعني لديه القيم والمبادئ الثابتة. نعم، يعني لا يخضع لأحد. مثل باعتقادك يعني لا يخضع لهواه؟ نعم هكذا. لا يخضع لمن حوله؟
نعم يعني لا يخضع لظالم. بالضبط. لا يخضع لماذا؟ أنت تكره أن تخضع لمن مثلا؟ لأي أحد. أنا أحب أن أكون يعني شاعرا يعني لوحدي. تخضع للقصيدة؟ نعم للقصيدة والشعر فقط. هل هو خضوع الحر أم هو خضوع لا هذا المتعب أم خضوع المضطر؟ لا هذا خضوع برأيي. إذا كان للقصيدة هو خضوع جميل يعني ويعني ليس فيه أي مشكلة. ليس فيه أي مشكلة، أنت هكذا ترى. عموما ربما يكون هناك من يؤيدك في هذا وربما هناك من يخالفك، لا بأس. بين الأم والحبيبة لمن توجه القصيدة وما الفرق بينهما وأيهما أقرب؟ طبعا برضو هون حتتلبك. لا تفضل. طبعا الأم، أنا برأيي الأم، لأن هي الأولى وهي اللي كان هي وهي التي كانت في البداية. نعم. يعني الأم تستطيع أن تكون أم وحبيبة، أما الحبيبة فصعب عليها أن تكون أم، أو يعني أمر شاق عليها. لا يمكن أن تؤدي دور الأم. مستحيل. يا الحبيبة ممكن أن تكون أم. ممكن ولكن في حالات لكنها لا قليلة. تسد مسد الأم. طبعا الأم هي المدرسة الأولى وهي التي يعني نشأت وربت. نعم. لم تكن وقتها الحبيبة، ولكن هذا ليس إقصاء للحبيبة، يعني بالعكس الحبيبة هي التي تأتي لتكمل الرجل. هذا الشخص حسنت. أو هذا الرجل يعني. كمل لنا سعادتنا بنص جديد، ما رأيك؟ إلى قصيدة أخرى وموضوع آخر ربما. نعم. تفضل يا عمر. باد هواك وإن حاولت إخفاء، باد هواك وإن حاولت إخفاء، دمع ينبئ عنك اليوم أنباء. لله أنت وكم قاسيت من ألم، وكم لقيت بذاك الحب أعباء. والبعد تحفر بالوجدان مديته، والشوق أكثر بالمفقود إيذاء. فما لروحي إذا ما جئت أسألها، أبدت أنينا وراح القلب أشلاء. هلا أتيت فروحي دونك انثبرت، والنفس ضاقت وطبعي بالجواساء. أعدتني لزمان كنت أحسبه ولا وفي زحمة الأيام قد باء. أعدتني لزمان كنت أحسبه ولا وفي زحمة الأيام قد باء. مراهقا أشتكي من ظلم مرهقة، بالدمع أحكي إذا لوحت إيماء. مراهقا قلقا بالليل تشعلني، نار تلظى وزاد الشوق إذكاء. وحيرة بددت ما كنت أجمعه، وحيرة بددت ما كنت أجمعه، والشك يرسم أشياء وأشياء. أعدت طفلا يرى خديك روضته، والليل أنشئ من عينيك إنشاء. أعدت حبا ظننت البعد أطفأه، وذاب قلبي بهمس كان إغواء. أعدت عطرا مضى عمري لأرجعه، والصبح والزهرة والأطيار والماء. أعدت عطرا مضى عمري لأرجعه. نعم. أعدت عطرا مضى عمري لأرجعه، والصبح والزهر والأطيار والماء. في مهجتي جوقة بالحب أعزفها، بقول شعر أداخ الروح إلقاء. عظيم. ونغمة سكبت كالخمر مسكرة، فأثملتني بكأس كان إغواء. إذا حللت فهذا الحال سيدتي، أحييت قلبا وكنت الحاء والباء. هذا فؤادي أبى إلا مجازفة، وقد وقعت وشاء الله ما شاء. وقد وقعت وشاء الله ما نعم. شاء. سيشاء لك القدر الجميل إن شاء الله، والحياة الطيبة، ولكل محبيك وكل من لا يزالون متشبثين بفكرة
كلمة الحياة، كلمة الأمل التي تزيد الدنيا ساعة فوق ساعتها. لابد أن نخرج الآن إلى فاصل يا عمر، بعده نواصل. لا بأس. مشاهدينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. عدنا لإكمال هذه الحلقة من بيت القصيد، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعر السوري الشاب عمر علوش من حماه. أهلا بك، وكل الشوق لحما ورجالها الأفذاذ. وقبل الذهاب إلى الأسئلة، نذهب إلى الشعر مباشرة. نعم. إلى قصيدة جديدة، تفضل يا عمر، اقرأ علينا ما تحب. حارت حروفي بحسن فوق تعبيري، حارت حروفي بحسن فوق تعبيري، وعدت في لغتي من دون تفسيري. يا نجمة أبهرت من كان يرقبها، يا نجمة أبهرت من كان يرقبها، لما أفاضت على عينيه بالنور. هل أنت عزف من الأحلام منبعث من جنة الله، أم دنيا الأساطير؟ أم أنت زهر به الأنسام قد لعبت، أم أنت زهر به الأنسام قد لعبت، فراح يهرق من طيب ومعطور. جميل. بل أنت ما أنت يا أحلى مصادفة، تجتاحني فجأة مثل الأعاصير. يا صورة أبدا، يا صورة أبدا لم تأتي في خلد ولا ببال ولا مرت بتفكيري. يا آية عززت إيمان مبتهل، تعلو التجلي وكانت فوق تقديري. ما أنت في الكون إلا شبه معجزة، تأبى الوضوح على رسم وتصوير. ماذا أراد بها الرحمن من مثل، أغوت وأغرت وقد لجت بتغريري. مهما سأكتب من شعر سأبخسها، وكلما قلت زاد القول تقصيري. أدهشتني ورفعت السقف من حلومي، يا دهشة العين إذ تسمو على الحور. هاروت مر على عينيك ملتمسا، فعاد منذهلا منها كمسحور. أغمضت عيني فلا أبغي بذاكرتي إلاك يا أنت يا أحلى التصاوير. أمليت قلبي بسحر كاد يحرقني، في كحل عين وفي لون المناكير. يا للسرير إذا ألقت له جسدا، قد ثار ما بين مكنوز ومحسور. يا للشعور وقد جادت بأطيبها، ونشوة تعتري مني أساريري. أرويت خمرا وسكرا من سلافتها، منك النبيذ ومني شعر سكيري. أطارد الزهر في خديك أقطفه، ومن فم شرق بالطيب مخموري. تشاغل الطرف إخفاء للهفتها، خجلة ووجه مليء بالتعابير. وغبت فيها وهام القلب في لجج على غرام بلون الزهر منظوري. والصمت يرسل من قيثاره نغما، يحن على تعب بالوجد مغموري. وقد أفقنا وما زالت مخادعنا تضج بالورد والأطياب والجوري. دام هذا الجوري حاثا لك على كتابة مثل هذا الشكل وهذا. نعم. النوع من أنواع القصائد وهذا اللون الأدبي يا عمر،
ربما أظن أن والدك شاعر ويكتب الشعر وأنت مثله. نعم، تكتب بالتأكيد. الشعر، هل الشعر ينتقل بالجينات الوراثية أم باعتقادك لا علاقة للوراثة بالشعر وإنما هي موهبة وملكة؟ ما الذي تراه؟ أنا أرى والكثير سيوافقني أن الشعر ليس بالوراثة وليس بالجينات. نعم. الشعر هو علم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني رب العالمين سماه علم فهو علم. ولكن قد يحصل التأثير والتأثر يعني ممن حولنا، فتأثرت بوالدي، ولكن الشاعرية يجب أن يعني هي بالفطرة. جميل. نعم. ما هي أبرز القيم باعتقادك يا عمر التي يجب أن تظل دائما حاضرة في القصيدة العربية؟ الأخلاق التي ينبغي على كل شاعر أن يعززها فيما يكتب من قصائد، أبرز القيم التي ترى أنه لابد أن تكون دائما موجودة في تجربة الشاعر. يجب أن تكون يعني تحمل القيم. أعطنا عناوين لهذه القيم مثلا. القيم يعني الصادقة، القيم الصحيحة القويمة، لا تنجرف وراء يعني الآخرين، ويجب أن تكون يعني شكلها يميل للشعر أو نعم. شاعري. يعني نحن نشهد اليوم كثيرا من النظم، يعني لابد أن تكون القصيدة إضافة إلى القيم التي تحملها من قيم، يعني أن تكون متينة متماسكة. نعم، 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 مسبوكة بشكل نعم، جيد، محبوكة بطريقة نعم، بعيدا منتظمة، بعيدا عن الابتذال والحشو والكثير من الأساليب الاعتيادية أو الروتينية، بعيدا بالضبط. عن النظم كذلك. نعم نعم. طيب الآن سنذهب إلى سؤال مختلف قليلا يا عمر. أكثر ما يخيفك من فكرة أنك تكتب الشعر، ما المخيف في هذه الفكرة؟ المتلقي. المتلقي مخيف جدا. نعم. لأن أصبح الذوق العام، طبعا ليس بشكل يعني عام أتكلم، إنما الأغلب أو الغالبية الساحقة، أصبح الذوق العام يعني مشوها مشوها جدا. يعني عندما تكتب قصيدة تقول من سيقرأ هذه القصيدة أو من سيستمع إلى هذه القصيدة؟ نعم نعم. يعني لكن أنا سنستمع. نعم، ونحن موجودون حتى نستمع إلى قصيدة جديدة. تفضل. إلى هذه القصيدة كتبتها في الأحداث الأخيرة في فلسطين. نعم. في حي الشيخ جراح. تفضل. حي الأسود حماة المسجد الأقصى، شم الأنوف وأنف الدهر قد قص، زهر الوجوه وخير الأرض أرضهم، مصر النبي كما القرآن قد نص. شيخ الشيوخ، شيخ الشيوخ أيا جراح عرقهم، شيخ الشيوخ أيا جراح عرقهم، هتاك عرض وعاصيهم ولا تعصى، أهل الشهامة والأخلاق ديدنهم، واللحم مر به الضرغام قد غصى، يغشون في زحمة الأهوال إن زحفوا، والفعل ليس كما أسمعت أو قصة، نعم الرجال رجال بايعوا ووفوا، أوصوا خلائفهم ما جدهم أوصى، ميلوا عليهم وخلوا الأرض تبلعهم، ميلوا عليهم وخلوا الأرض، ميلوا عليهم وخلوا الأرض تبلعهم، سووا الصفوف كما البنيان إذ رصى، لا تحفلوا أنتم الشمس التي طلعت، والبدر أنتم تعالى أن يرى نقصا، يسام مقدسنا خسفا فما هرعوا، لكنهم عكفوا آل الخنا رقصا، أهل الغواية من باعوا ومن دفعوا، حق الرصاص وكانوا السلب واللصا، أعطوا الجزا وكأن الكفر سيمتهم، وكان سيدهم عريان كي يخصى، فالنفط ما زادهم إلا بمنقصة، والمال أركعهم بل سامهم رخصة. هذا الوجع الذي يخبر عن ألم ممتد على نعم. خريطة الأمة الواحدة. بالضبط. هذا الألم الفلسطيني جعلنا نجد
الكثير من أشباهه في منطقتنا العربية. كنا بفلسطين واحدة، أصبحت خريطتنا العربية كلها فلسطينات، نعم، متعددة. في اليمن جرح، في سوريا جرح، في ليبيا بالطبع كذلك، وفي مختلف أوطاننا للأسف المكلومة. باعتقادك، إذا ما أردت أن تؤدي رسالة إلى شاعر صديق، نعم، أو شاعر رفيق، أو رسالة ترسلها إلى ذاتك من أجل البقاء ثابتا على ثغر الكلمة الصادقة، الكلمة الحرة، الكلمة التي تضيء الدرب لعابري الطريق نحو الحرية، ماذا يمكن لك أن تقول؟ أقول لابد للشاعر أن يكون يتكلم بلسان جرح الوطن وبلسان الوطن، نعم، ولا بد أن يكون يعني حاملا لقضية وطنه ولفكره، لفكر يعني فكرة الوطن فقط. ماذا يمكن أن يحمل الشاعر أيضا إلى جانب فكرة الوطن، فكرة الحياة، نصرة الإنسان في كل مكان؟ طبعا هذا شيء بالتأكيد، يعني يحمل هذه القيم، نصرة الآخرين المظلومين. و إلى قصيدة جديدة. نعم. لا العيش يغري ولا البلدان والمدن، لا شيء بعدك يغني أيها الوطن، لا شيء بعدك يغني، نعم، أيها الوطن. فيك الطفولة قد ماست براءتها، فدتك روحي وقلبي فيك مرتهن، هاجت مشاعر أحزان على وجعي، تجتاح روحي الرياح الصفر والمحن، لولا مرور الليالي السود ما عبرت نحو الفؤاد تباريح ولا شجن، ولا تعاور فيها الشر محتدما، تذروه صفراء ريح كلها فتن، وأظلمت بالخطوب الداجيات رؤى قد ضيعتنا، وضاع العمر والزمن، ذكرتك اليوم والأشواق تسحبني نحو السهاد، فلا نوم ولا وسن، متى تضوع ورود الدار في أرج وفوحها بنسيم الصبح يفتتن، كل الدروب إليك الآن تسرقني، يا وا حسرتاه، وا حسرتاه، ووا شوقاه، يا وطن، أحني أمامك رأسي مثل سنبلة عطشى إليك وقد جادت لها المزن، سقاك ربي بسقيا الغيث من فرج وعاد للعهد ذاك الأمن والسكن. أسأل الله أن يتم عليك هذا السكن الجميل، على ما أعتقد أن القصيدة لها تتمة أم أنها تمت؟ تمت هذه، تمت القصيدة بحمد الله، نعم، وبركة الشعر وجمال القصيدة. أكثر ما ترجوه من أجل قصيدتك حتى تظل حية في نفوس الآخرين يا عمر؟ أن تتكلم عن الوجع، وأن تكون مواكبة للعصر التي هي فيه. يعني الآن صعب جدا أن نبني قصيدة مثلا على المفردات القديمة، يجب أن تكون مواكبة لهذا العصر. أنت تتكلم من ناحية البناء اللغوي، نعم، للقصيدة، نعم، عن مضمون القصيدة والمحتوى الذي تتوقع أنه يستحق الخلود وأن يظل حيا في وجدان الناس. يجب أن تكون تتكلم عن وجع الناس، عن وجع الأمة، عن تتكلم عن يعني عما يقاسيه الإنسان، نعم، أن تكون بجانب الإنسان أولا. باعتقادك كيف يمكن أن ننتصر للإنسان بما هو أبعد من الشعر؟ يعني من الجميل أن يكتب الشاعر الشعر، لكن المثقف باعتقادي دوره يتجاوز فكرة الكتابة إلى التأثير في نفوس أبناء المجتمع. نعم. ما الذي يحتاج إليه المثقف حتى يكون له دور أكبر من الدور الذي يقوم به باعتقادك الشخصي؟ كيف يمكن ذلك؟ يعني باختصار أو ببساطة أبسط لك الفكرة، إذا أردنا أن نتحدث عن شاعر، نعم،
يعني ينظر لمجموعة من الناس في مخيمات اللجوء. نعم. الكلمات لن نعم. تفيد كثيرا. ما الذي يمكن أن يقدمه الشاعر المثقف بالتعاون مع آخرين من أجل هؤلاء؟ لابد أن يوصل صوت هؤلاء إلى يعني إلى من يستطيع أن يساعدهم بالمال أو بأي شيء آخر. يعني لابد. هل ترى أن الشاعر من مهامه مثلا أن يشارك بمثل هذه الأعمال، أم أنه فقط دوره محصور في الكتابة؟ لا طبعا يشارك، هذه أعمال إنسانية إن كان يعني شاعرا أم غير شاعر. أعمال إنسانية، كان شاعرا أم لم يكن. أحسنت يا عمر. إلى الشعر مجددا. لا تقل لي أن القصائد أوشكت أن تنتهي. لا تفضل. على رؤاك أبات الليل في ذاتي، أسائل الروح هل تاهت عباراتي، أحاول الليل في طيف أبدده، ويسهر الشوق في عيني ودمعاتي، أخبئ الآه في صدري وتحرقني، وأنهكت قوتي في بحر آهاتي، رفيق شوقي دموع لا أخبئها، إذا أتى طيفها أشفى جراحاتي، أمي ومن لي سوى أمي وجنتها، وطبعها السمح مزروع بضحكاتي، في عين قلبي أراها كل ثانية، تحنو فتشفي جوا بعدي وأناتي، أمي ورحمة ربي في قداستها، أقدامها جنة والبر منجاتي، وصوت دعوتها لله مسلكه، من دون باب ومن غير احتجاباتي. أف لمن سيقول الأف في غضب، أف لمن سيقول الأف في غضب، وخصها الله في قول وبالذات. جميل جميل يا عمر. نعم. ما شاء الله. رسالة من الشاعر الإنسان المشتاق إلى وطنها، المشتاق إلى أسوان، المشتاق إلى حماس، المشتاق إلى كل سوريا، المشتاق إلى حياة أفضل. ماذا تقول؟ كلمة من أجل سوريا الوطن الكبير. الحقيقة الوطن أكبر من كل الكلمات، ونحن الشعراء جميعا بلا استثناء نقف أمام الوطن، يعني نحاول الكلام بل يعني نتمتم، لا نستطيع الكلام. فالمشاعر تجاه الوطن مشاعر لا توصف، يعني كالطفل الذي يقف أمام أبيه. أمنيتك من أجل سوريا ما هي؟ أن يعني تنتهي هذه الحرب التي تشهدها سوريا، وأن نرسو على بر الأمان بإذن الله. إلى قصيدة جديدة. نعم تفضل. اقرأ ما بين يديك لا بأس. نعم. يبدو أنك تهت قليلا بين القصائد. نعم لا بأس تفضل. أسائل كيف أرقى كي تعادى، أسائل كيف أرقى كي تعادى بمثلي أو أكون لك امتدادا، ويكفيني من الدنيا وحسبي ببدر في سمائي قد تهادى، ونجم حوله تلقى بهاء ودون بلوغه السبع الشدادا، وحظي أنه أبتي وأني أخذت الحب من عينيه زادا، وإن قارنته بالحسن يوما ليعلو فوقه وتراه سادا، ولست بقائل ربا أراه، ولست مغاليا إن قلت كادا. والله الأب يستحق منا كل قول طبعا. جميل يا عمر. نعم. يعني كنت أرجو أن تطيل في قراءة القصيدة. هل هي آخر ما بقي معك من قصائد أم بقي لا قصيدة ممكن أن تصلح للختام؟ نعم نعم. خذنا إلى القصيدة الختامية إذن الآن. دعوت إليك قلبي فاستجاب، دعوت إليك قلبي فاستجاب، ورق مع الحنين جوا وذاب، وراح القلب خلف خطاك يحبو، وأعطى الحب في صدق
فخاب فحرمت الهوى عني لأنجو وقلبي كف عن وهم وتاب وعدت أجرجر المأساة وحدي وتفتح مهجتي للحزن بابا وجئت إليك من ظمأ الأمان وماؤك لم يكن إلا سرابا وجئت إليك من ظمأ الأمان وماؤك وماؤك لم يكن إلا سرابا ضياع لا مثيل له ويأس يمزقني ويغرز في نابا على جرحي مشيت على جرحي مشيت بغير وعي ولذ تألمي وإليك طابا وقد آثرت قتلي وانكساري وسهمك بالفؤاد لقد أصاب وتستهوين في عذاب روح وكنت تفضلين دمي شرابا وفي دوامة ألقيت قلبي وفوق عذابه لاقى عذابا يا الله فهل هذا جزائي يا لعوبا وقد أتلفت بعضي والشباب ومالت شمس عمري في غروب وروحي أنهكت والبدر غاب فلا تأتي وبالعينين دمع ودمعك كان شكا وارتيابا وما تحكيه عيناك افتراء يقيني عالم لكن تغابا وقلبي لن يجيب عليك حتما وإن صخرا تكلم أو أجابا فعودي إنني أوسطت قلبي وأزدلت الستارة والحجاب. هذه القصيدة سنطلب بعدها قصيدة من أجل العراق. نعم. والعروبة. نعم. وأظنك جاهزا لذلك. بالطبع. ولكن قبل ذلك نريد أن أعتقد النص بين يديك الآن. نعم. هنا. عراق يا من رعيت الشام قبل القراءة والعربة. قبل القراءة. نعم. أنت مستعجل جدا. قبل القراءة أود أن أسألك عن الشاعر المفضل لديك من العصور السابقة ولماذا هو بالتحديد؟ أنا أميل ميلا عظيما لبدوي الجبل. لماذا بدوي الجبل بالتحديد؟ أحب يعني ذلك الاحتراق في شعره ويعني والانفعال في شعره. أحب شعري يعني. هل تحفظ شيئا مما كتبه؟ نعم. مثل؟ سل الجمر هل غال وجن وعذب كفرت به حتى يشوق ويعذب ولا تحرميني جذوة بعد جذوة فمخضل هذا القلب حتى تلهب وما نال معنى القلب إلا لأنه تمرغ في سكب اللظى وتقلب هبيني حزنا لم يمر بمهجة فما كنت أرضى منك حزنا مجردا خيالك يا سمراء مر بخاطري فحيا طويلا ورحبا ورحبنا ورحبا ويا رب أحزاني وضاء كأنني سكبت عليهن الأصيل المذهبا عظيم جميل ترصد نجم الصبح منهن نظرة وأشرف من عليائه وترقب فأرخيت آلاف السطور كأنني أمد على حال من النور غيهبا فغور نجم الصبح وما رأى على طهره حتى بنانا مخضبا وقد تبهر الأحزان وهي سوافر ولكن أحلاهن حزن تنقبا. الله الله جميل يستحق أن يعني يقتدى هذا الشاعر الكبير الذي قدم حياته ثمنا لكلمة بالضبط. القيمة وقيمة الكلمة إلى مسك الختام. نعم. الشعري وأبيات عن العراق تفضل. عراق يا من رعيت الشام والعرب يا جبهة العز والتاريخ ما كذب للرافدين شقيق اسمه بردا غنى حنينا لوادي النيل فاضطربا وفي المغارب هامات لإخوتنا طول العصور تصون العهد والنسبا بلقيس يا وجع النايات يبعثه صوت السنابل في أرض العراق صبا نزار باح بأرض الشام نفحته وفي العراق شدت بلقيس ما كتبا
رباه أين صفاء الدهر نذر حلو والنبع جف وثغر الحب ما شرب وثغر الحب ما نضب كن أكثر أملا بأن يبقى ثغر الحب ممتلئا بالقطرات الصافية التي تبشر بالكثير من الارتواء لأبناء أمة تستحق وأوطان نعم. تنتظر الفرج الذي سيطرق بابها قريبا يا عمر إن شاء الله. أنت مؤمن بأن هذه حتمية لابد. لا مفر منها ولا بد أن تتحقق طبعا لا بد لهذا الليل وهذا الظلام هذا الظلام الدامس أن يعني ينجلي بحلول الصباح بإذن الله وصلنا إلى ختام الحلقة ماذا تقول في الختام أقول شكرا كل الشكر لك ولقناة الرافدين والعاملين في هذه القناة وللمشاهدين الأكارم شكرا جزيلا لك يا عمر على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد ونأمل أن تستمر مثل هذه اللقاءات الطيبة في قادم المناسبات والمواعيد شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء